الغار أو الميرند شجرة حراجية دائمة الخضرة كثيرة الأوراق منفصلة الجنس، أشجارها المذكرة لا تعطي ثمارا، تنتشر في الجبال، ينمو طبيعيا في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث ينتشر بكثرة في الساحل السوري وخاصة في كسب ووادي الغار في طرطوس. يتكون نبات الغار من 11 عائلة مزهرة وأكثر من 2500 نوع. يصل ارتفاع الشجرة من 6 إلى 18 مترا. أوراقها جلدية متبادلة، حوافها متموجة قليلة برائحة عطرية تأتي من غدد تحتوي على زيت طيار، والأزهار بيضاء. تزهر أشجار الغار عادة في الربيع وتثمر في الخريف. ثمار الغار بيضاوية الشكل، تشبه ثمار الزيتون، ولونها أسود عند النضج، وتحتوي على زيت الغار وهو عطري معقم يدخل في صناعة الصابون الطبيعي، ويستخلص الزيت بالطرق التقليدية من قبل المزارعين في مناطق تواجد أشجاره. ذكر شجر الغار في الأسطورة اليونانية والإغريقية القديمة، حيث وضعت أغصان الغار أكاليل نصر على رؤوس الفائزين في الألعاب الأولمبية، وكان الحكماء يضعون على رؤوسهم أكاليل الغار دلالة على مكانتهم. ينصح الطب الحديث باستخدام أوراق الغار في صنع الحساء خاصة في أوروبا والمناطق الباردة، فهو يطيب الأطعمة ويزيل رائحة اللحوم عند الطبخ. وقد أكدت التجارب أن الاستحمام به يعالج ضيق التنفس والسعال المزمن ويزيل الأوساخ والسموم من الجسم. لأوراق الغار فوائد كثيرة سواء كانت خضراء أم مجففة، وهي تقطف في أي وقت من السنة وتحفظ بعد تجفيفها. أما أزهاره فتفيد في معالجة المغص من خلال نقعها وشربها. وكما غدا غصن الزيتون رمزا للسلام، فأن الغار هو رمز للفخر والشجاعة، ولذلك كان لابد أن يحظى بالاهتمام بزراعته في المنازل بعد أن كان ينمو ويتكاثر طبيعيا في الغابات والجبال.